تم برمجتها برمجة إنجازها على مستوى طرف جامعة العرائش. النقطة الثانية هو إنجاز كل التحملات يسمح للجمعيات والنوادي الرياضية بتقديم مشاريع الجماعة من أجل تسيير هذه الملاعب في إطار اتفاقية واضحة تحدد جميع شروط تدبير ملاعب القرى. تحديد الوضعية القانونية لبعض الجمعيات التي تترامى حاليا على بعض ملاعب القرى دون أن تربط أي اتفاقية مع الجماعة. توصية المجلس بتخصيص ميزانية كافية لتجهيز هذه الملاعب لمدى التجويع والتجهيزات، ثم جعل هذه الملاعب مفتوحة لجميع المواطنين في إطار مبدأ تكافؤ الفرص. وشكرا.